بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. السادة المشاهدون الكرام، نواصل حديثنا عن أحداث باب العزيزية التي حدثت في مايو 1984، 8 مايو بالتحديد، وما قبلها استشهاد أحمد حواص في 7 مايو. نستخرج منها العبر ونعطي لكل ضحية حقه بما بقدر المستطاع إن شاء الله. تحدثنا عن قائمة من توفرت لدينا حتى الآن من 65 سجنوا على خلفية أحداث باب العزية. هناك من استشهد، هناك من أعدم شنقا استشهادا، وهناك من سجن على خلفية هذه الأحداث. بدأنا في سرد هذه القائمة، وسقد نعيد سردها مع بعض المعلومات عن كل منهم. تحدثنا عن قصتين حقيقة نستخرج منها عبر عديدة جدا. قصة سيد يوسف والي زوج السيدة آمنة الفتور الجرنازي، لها 4 إخوة، أحدهم اسمه خميس. استجار أحد الذين اشتركوا في القتال في موقع المعركة، هرب سيد حسن أو صالح المدب أو المؤدب، استجاره في بيته. فالسيدة يعني بعد فترة، لأن سيد المدب هرب اعتقلوه في شهر 5 الموقع، في شهر 7 اعتقل بعد أن تسرب خبر وجوده في بيت السيد يوسف والي. لكن القصة الأخرى التي أحب أن أشارك بها المستمع الكريم أن الذي وشى بالمدب قريب له بشكل واضح من مدينة درنة. شوف بالله عليك شاب من درنة يقاتل في طرابلس، يستجير أخ من طرابلس، عائلة من طرابلس ماشي الحال، يوشي به قريب من درنة. ماذا يدل هذا المرة الألف؟ طبعا أن يكون هناك واشي أو إنسان يعني باع ذمته أو قيمه أو خاف أو جبن من مدينة أو من قرية أو من قبيلة، لا يعني أن كل المدينة أو القرية أو القبيلة تأخذ بجرائر هذا العمل. لكن الله عند عبر ناس من مدينة من المنطقة الغربية يستجير شاب من أقاصي الشرق من درنة، يوشي به شاب آخر أو رجل آخر من نفس مدينته بل يقرب إليه بشكل أو بآخر. أعرف ماذا يقرب إليه، لكن هو أدرى بحال القضية. هنا ماذا تحدثنا؟ أن المدينة والقرية والقبيلة برغم انتمائنا إليها لكنها ليست هي الأصل في العلاقات المتينة والقوية وما إلى القبلية، لا تفيدك في شيء. وسردنا أكثر من مثل على أكثر من حدث في هذه السلسلة بأن القبيلة ربما يعني تخذلك في أدق وأكثر ألقاتك حساسية وحاجة إليها، يعني وقد يوشي بك قريب، قد يقع بك في الفخ أخ قريب صديق وما إليه. ولذلك القيم، علاقتك بالآخر العلاقة هي علاقة القيم والمبادئ والثوابت. واعتصم بحبل الله جميعا، أن تجمع قيم بالإنسان وأخوة في الله سبحانه وتعالى أقوى رابطة من أن تجمعك بالمدن. والله سبحانه وتعالى أعطانا أكثر من مثل. السيدة آمنة، تسمى آمنة الفتوري الجرنازي، لما جوها الأمن والمخابرات وكذا وقال لك كيف تستجيري هذا، قالت والله استجار بي أنا، معناتك مش روحت قتلوها، استجار بي فأجرته. وتحدثنا مرة أخرى عن الملوك والرؤساء الذين غدروا بمواطنين عرب مسلمين، كيف ندير روح غدروا بهم، وكان يستطيع أن يقول لهم يعني لما تنتهي إجارتهم ولما يضغط الدول تضغط على بعضها البعض تستطيع أن تسأل الذين استجروا بها أن يغادروا من اليوم، أنتم لستم في حمايتي، أخرجوا لكم الحق، عندكم 24 ساعة 48 ساعة أسبوع تغادروا هذه الدولة لأنكم أنتم بعدها لن تكونوا في حمايتي.
لم يفعلوا هذا أبو جهل فعلها، والوليد بن غيرة مع فعلها، والمطعم بن عدي فعلها، وكانوا مشركين وكفار وأجاروا الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك عبر أخرى الله سبحانه وتعالى لنا من ضمن القصص، للسيدة آمنة أربع إخوة، علي وخميس خميس وعبسلام وعلي، سجنوا 18 سنة، اثنين منهم سجن 18 سنة، 18 سنة زوجها سجن 18 سنة، واثنين من اخوتها سجنوا أربع سنوات، هي سجنت 4 سنوات، ذكرت انها سجنت 18 في الحلقة السابقة. والدتها الكريمة ولدت سجنت 4 سنوات على خلفية هذا الحدث. تحدثنا عن الدكتور حسن نشنوش، هو مواليد طرابلس 1953، درس الابتدائي والاعدادي في مدارس طرابلس، مدرسة شارع الزاوية، والاعدادي مدرسة الحرية أو المدينة القديمة، ومدرسة ثانوية مدرسة علي وريث. التحق بكلية العلوم، ابن دفعتي. أنا لا أحب أن أتكلم عن الأحياء، حتى الطيبين الصالحين منهم كالدكتور حسن وغيره، دائما حديثي عن الضحايا بقدر المستطاع. لكن القصة التي حدثت للدكتور حسن من وقوف أخوه أبو بكر مع العائلة قيم عظيمة، نحب أن يعرفها الجميع ويأخذها كقدوة. حدث مثلها قصة حسن الكثير من القصص، لكن هذه برزت بشكل أو بآخر. الخير كثير، نتحدث عما نعرفه من الخير من القيم الخير، إن ننشرها وليسمح الناس ولإعطاء لكل ذي حق من حقه، كيف أخينا المرحوم أبو بكر نشنوش. كلية العلوم قسم رياضات الإحصاء، خريج معايا نفس دفعتي سيد حسن نشنوش، نفس الكلية، أنا قسم جيولوجيا هو كان قسم الإحصاء. ثم هو بقى معيد، في 1979 غادر إلى أمريكا حسب المعيدين يبعثوا في بعثات، مشى لبيتسبرغ في الولايات المتحدة الأمريكية، نفس المدينة عاش مع عبد المنعم النجار. غطينا قصة مأساة الدكتور عبد المنعم النجار. حضر سيد حسن الماجستير، ثم انضم إلى جبهة وطنية لإنقاذ ليبيا في الخارج. دوافع انضمامه كانت الضخ الكبير من القذافي ضد الرسول صلى الله عليه وسلم، والاستهزاء والسخرية ومخاطبته كما يخاطب صديقة أو زميلة. ذكرني أيضا بحادثة الشيخ البشتي سيد حسن اليوم، أن الشيخ البشتي، هذه لم أذكرها عندما غطيت قصة حياة الشيخ البشتي، لكن ذكرها لي صديقي حسن نشنوش، وأود أن أشارك المستمع الكريم بها. كان الشيخ البشتي يقول وأقول للمخبرين ولا لا، أنقل الكلام عني صحيح للمخبر أثناء خطبه في المسجد وحلقاته، يقول أنقل عني صحيح، أنقل الكلام صحيح لسيدك وأريد معه مناظرة، لكن لازم يقرأ قبل أن يأتي للمناظرة. هذا كان يردد فيها الشيخ البشتي رحمه الله للحضور في المسجد وفي الحلقة. فهذه في يوم 7/5 رجع الدكتور حسن، انضم إلى جبهة في الخارج، رجع في خريف 83، يوم 7/5 تم اعتقاله يوم 7/5 على خلفية الاعتقال الشيخ الشهيد أحمد حواص، وبقى في السجن، تعرض لشتى صنوف التعذيب هو وغيره. وهنا الحادثة، تركيزي على قصة دكتور حسن نشنوش، هي موقف أخوه الذي اهتم بالعائلة طوال وجود دكتور حسن في السجن. طبعا متزوج الدكتور حسن، متزوج وله، ترك 3 كريمات، رنيم 4 سنوات، الآن استاذة في الحاسوب، وألا كانت عامين أو يقترب الكهي، ونسيم في أغسطس، ولد في أغسطس 83، يعني شهور تقريبا، رضيعة. لما خرج وجدهن يعني ما شاء الله كذا. القصة الآن لماذا أرويها، ما هو الجديد فيها، أنني سمعت قصص كثيرة جدا، يتبرع أصدقاء وأخوة وأقرباء يتبرع من الذين عنده مشكلة أمنية أو من الذين، ولذلك دائما شعبنا الحمد لله الخير في كل مكان. ينقصنا أن نعمم وأن يصبح جزء من تراثنا ومن أحاديثنا. نواصل سرد باقي القائمة، وصلنا تقريبا للطاهر المليان، أيضا عبد المنعم النجار ضمن القائمة اللي سجنت، وتحدثنا عن مأساته رحمه الله وتوفى. طاهر المليان من أباري الشاطي، عبد الحفيظ دبيش ديتون محاسب، محمد
يونس التومي هذم 19 سنة و 18 سنة، كل من ذكرته 17 و 18 و 19 سنة على خلفية تلك الأحداث. خميس الفيتوري ذكرناه، يوسف محمد والي 19 أيضا، عبد المجيد بن عيسى من الواحات، عبد الحميد عمار، حسن يوسف نشنوش، محمد علي الرجباني، فريد سعيد المقدمي خريج ديتون هندسة، سالم محمد أبو ديب، عماد الحصاري. عماد الحصاري أحد الذين رافقوا الشهيد أحمد حواص في زوارة، أحد الذين اعتقلوا في زوارة بعد أن أصيب بطلقات، اعتقل ووضع في سجن بوسليم وبقى فيه 19 سنة من 18 إلى 19. ونيس علي الشاعري شخصية رائعة جدا، محترمة مثقفة، كل ما شاء الله يحمل من الصفات، وإلا لما عرضوا أنفسهم للخطر في ظل هذا النظام الأهوج القمعي الدموي الفاشل الذي كشر عن أنيابه أصلا قبل مايو 1984. ونيس الشاعري توفى رحمه الله، توفي ثم عندنا توفي حديثا على فكرة، ثم رحيل القذافي يوسف، رحيل القذافي يوسف خريجه هايو في الاقتصاد تقريبا، بعدين هليل 18 سنة أيضا، رحيل هليل 17 سنة، هليل عبد الوكيل البيجو شاعر رائع جدا، سنأتي ببعض قصائده كمثل بإذن الله في حلقة قادمة. صالح الدلال تقريبا تخصص إحصاء في درنة. محمد المجراب توفي في السجن رحمه الله في سنة تقريبا 1990، توفي في السجن. سبب الوفاة، الذين توفوا في السجن مرض، أمراض كرمكم الله ووقاء الجميع بإذن الله، السل أو مرض أو أمراض معينة يعانوا منها، أو الفشل الكلوي، أو أمراض مزمنة بقت دون علاج ودون أدوية. ومرة أخرى نذكر بمعاملة ثوار ومؤسسات 17 فبراير التي الآن تحاول أن تنمو ويحاول الجميع تحطيمها. انظروا عندنا من أمثلة في أعمدة وقادة النظام السابق الدموي الذي فعل كل هذه الأفاعيل، ها هم الآن يعني في الحراسة والمحاماة والقضاء والأدوية والأكل والشرب، بل والزيارات. كانت أمهات شهداء بوسليم يقطعوا مئات الكيلومترات ليروا ابنها الثانية بس يشوفوه حي فقط، ويطلعوا حتى 3 ثواني ويأتوا بالأطعمة والملابس وما إليه، وكان الحراس يأكلوا فيه ويستخدموا فيه ويستهلكوا فيه ويضحكوا ويستهزوا على مرأة عجوز كبيرة جدا في أيام فقر مدقع، ما تجمعش قرشين وثلاثة دربيهن وجبة لابنها فلذت كبدها اللي مسجون كم سنوات في بوسليم، وتمشي في الزورة يضحكوا عليه يستخرفوا ويطردوها. يا عبد الله السنوسي، يا بغدادي، يا جماعة اللي قاعدين الآن في السجن. ولذلك الله سبحانه وتعالى له حكم وله معجزات يوري فيها لنا، وقيم وثوابت وعبر نتعلم منها. الأنظمة النظام الليبي الجديد مهما كان شكله، إذا انتصر الثورة 17 فبراير، أنا والله لا أشك في أن القيم المدنية السلمية وحرية الرأي وتبادل الثلاثية وحرية التنقل وحرية العام ستكون موجودة، دولة المؤسسات، دولة القضاء، دولة الفصل بين السلطات ستكون، أنا لا شك فيها. لكن إذا استلمها لقدر الله واحد آخر ولا لا، ولذلك يعني فأحذرهم، هذه حدثت وربك أنزل السقم. هذه العبر يتعلم منها المؤسسات الجديدة، المؤسسات الأمنية، المباحث، البحث الجنائي، الجيش، القوات المسلحة، الشرطة، اللي في القوة، اللي في مصدر قوة، تعلم من هذه العبر. سالم محمد أبو ديب 19 سنة، عماد إبراهيم الحصيري. يؤلمني هذه الأيام، يؤلمني أن ثوارنا في درنة، ثوارنا في مصراتة، ثوارنا في بنغازي، ثوارنا في صبراتة، ثوارنا في الجنوب، في كل مكان يقاتلوا في تنظيم الدولة ويقاتلوا في أعداء الثورة، في التراب، في الأتربة والجبهات، يجرحوا، يقطعوا، يصابوا، يتعرضوا للخطر، للجوع، للعطش، للإرهاق، للتعب، للنصب. لكنك عندما تنظر إلى المشهد السياسي تجد أشخاص ما تعرفهمش أصلا يقودوا في المشهد، هذا وزير وهذا مش عارف رئيس وزراء، من هؤلاء؟ يعني بدلوا قرويط وعطور وفخامة وميكروفونات وبيانات، بينما الذين يقاتلون ويدافعون عنه وعن الوطن هم ثوار 17 فبراير. وهذه معادلة مؤلمة جدا، ولابد أن تعدل، لابد أن يزال هذا الألم. وأيضا هذه كلمتي للناس كلهم اللي يسمعوا، يعني في ناس يقول لك فكنا يا رجل من كلمة 17 فبراير، فكنا يا رجل من الثوار، خلاص ها هم يقاتلوا اليوم، وأنا أقدم في الحلقة قتال دائر في بنغازي، في درنة، في مصراتة، يذودوا عن البلد وعن الوطن،
ونحن قاعدين لي في طرابلس، قاعد لي انا هاني نتكلم قدام ميكروفون في مكان مكيف جدا ما شاء الله، هذا اللي قاعدين في مكاتبهم العطور اللي البدل التصريحات الصور الانباء البيانات التصريحات المؤتمرات ولا علاقة لهم بالثورة والثوار. هذه الإشكالية، هذه الأشخاص ما لهمش علاقة بالثورة، عمري ما شفتهم يقاتلوا ولا يديروا ولا يدافعوا ولا صدوا الرتل مثلا وإلا أسقطوا الهنية ولا قاتلوا ضد الكتائب. أسماء ما نعرف بصراحة شخصيا، لا أعرف. أنت مجرد تقول من هذا يا جماعة أعطونا خلفية عليه معناها في مشكلة، لأن يفترض الذي يتصدر المشهد القيادي السياسي في ليبيا هم الذين خرجوا من رحم الثورة، أصلا المفروض ما نسألوش حتى من هذا ومن ذاك. ولذلك لابد أن نتعلم، لابد أن نتعلم، لابد أن نتعلم، طالما أن ثورة ورتنا بعض القيم الآن قبل أن تؤسس الدولة أصلا، قيم في القضاء، قيم كثيرة، هناك أخطاء، هناك ثمن باهظ دفعناه صحيح، لكن هذا ثمن للثورات، وهذا بإذن الله للأجيال القادمة. فأرجو أن نتعلم وأرجو أن نصحح المشهد المؤلم بإذن الله. ونيس الشاعري ذكرنا نتوفى حديثا رحيل القذافي، هليل شاعر، صالح الدلال في الإحصاء في درنا، محمد المجراب، عبد المنعم بحيري، محمد المجراب رحمه الله في 90 سنة، ربما احتمال كبير أن تحت التعذيب أو المنع من أدوية معينة توفي الرجل. صالح المدب أو المؤدب مكتوبة، مارح على فكرة وشجاع، هذا اللي نجا شارك في القتال في الموقع وهرب، حصلت له القصة مع السيدة آمنة الجرنازي وزوجها الكريم وعائلتهم الكريمة، صنعتم موقف تاريخي، بارك الله فيكم، بارك الله فيكم، مدرسة 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 في القيم. أنا أعرف ناس وشو في ناس وشو لا قريبة لا شيء، مجرد مخطم شاف شاب كارث في مكان بلغ عليه الأمن، لا لا عليه ضغوط، لا عليه ضرب، لا شيء، ولا له في العير والنفير، كان في استطاعته ان يتظاهر ان ما شاف شيء، حق بني ادم غادي يمشي يا جماعه راهو شوركم، فلان هنا وفلان هناك وفلان هناك، حتى بعض مرضى النفوس، يعني مدينه بنغازي رجال وشجعان وابطال ومدينه تاج فوق الوطن، لكن ما فيش قبيله ولا مدينه ولا جهه لا تخلى من مرضى النفوس، الايام هذه يجوا لما يجوا قوات مسلحين وحدين صياع كذا رشاش يقول له هذا راهو من انصار الشريعه، هذا راهو كان يصلي، هذا راهو يقرا في القران، يبصوا بصاصين وشاء، احقر مهنه واحقر ممارسه يديرها اي انسان. ها هي عائلة من طرابلس وربوية أصابت الناس من درنا وحمتهم وكذا. عبد المنعم بحيري توفى حديثا أيضا رحمه الله 17 سنة، صالح المد، محمد الصغير، حمزة عون، سالم عون دكتوراه، فوزي بوكتف، بشير مفتاح الشريف، علي محمد بشير حمودة، عارف المهدي دخيل. طبعا علي بشير حمودة كتب مذكراته عن أحداث 1984 تقريبا 30 حلقة، رأي سنتحدث عنها بإذن الله، هذا كان مع حواس مرافق حواس مع الحصائري في زوارة، كتب مذكراته 30 حلقة ونشرنا على الفيس وفرغتنا على الكمبيوتر، بإذن الله نتحدث عنهم في حلقة أخرى بإذن الله. عارف المهدي دخيل قاتل في الموقع ثم اعتقل بعد أن استطاع الهروب من الموقع. عمران التربي طبيب أسنان، عقيلة رشيد السنوسي، علي محمد بن عروس، علي محمد بن عروس من الذين يفترض أن يشنقوا مع الذين يشنقوا، مش يسجنوا مع الذين شنقوا، وضع الحبل، وصل الحبل إلى رقبتي في مزدة من مزده، فثار أهالي مزدة وأصروا إن ما فيش تبي تشنقوه أطلعوا شنقوه برا، ما تشنقوش عندنا هنا، هذا كان عندكم أنتوا ما تجيبش لنا هنا وتشنقوه. ناجي المنفي، علي محمد بن عروس، محمد علي الكبير، الزائر الأعوج، علي أحمد الزروق، بشير قرقوم، حسن يحيى معمر شارك في لم يشارك أخو الذين شاركوا في القتال، عيسى الشتوي وإسامة شلوف بقى على قيد الحياة. نتحدث في الحلقة القادمة بإذن الله عن نفس القائمة بطريقة أخرى وأسرع وأكثر اختصارا، ولكن لم نعطي حتى الآن لكل الضحايا حقهم، وحتى ذلك الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.